نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وتتابعون فيها. قوات المعارضة تكسر الحصار المفروض منذ 4 سنوات على دارية من قبل النظام السوري. استمرار معارك الفلوجة والقوات العراقية تفتح جبهات جديدة شمالي الرمادي. أعداد النازحين تبلغ أرقاما قياسية في الشرق الأوسط جراء النزاعات المسلحة وفق تقرير للأمم المتحدة. أهلا بكم. تمكنت قوات المعارضة السورية من كسر الحصار الذي كانت تفرضه قوات النظام السوري على مدينة دارية منذ 4 سنوات وفق ما أعلنه نشطاء سوريون. وتمكنت فصائل المعارضة من فتح الطريق الرابط بين دارية ومعظمية الشام في ريف دمشق الغربي بعد أن سيطرت على حواجز عدة في المنطقة. وتزامن ذلك مع قصف عنيف لقوات النظام السوري بالمدفعية والبراميل المتفجرة استهدف أحياء دارية والمعظمية، ما أسفر عن سقوط جرحى ودمار في الممتلكات. وفي حديث للتلفزيون العربي أكد الخبير العسكري فايز الدويري على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي سيطرت عليها الفصائل المنضوية تحت لواء جيش الإسلام، إلا أنه أشار إلى صعوبة الحفاظ على مكتسباتها. الآن يجري حاليا في هذه اللحظات التي نتحدث بها يجري شن هجمات معاكسة مضادة مدعومة بحملة جوية قوية جدا بلغت أكثر من 60 برميل حتى قبل دخولي الاستوديو. وبالتالي أنا أقول أنه يعني بأعجوبة سيتم الإبقاء عليه، لكن بما أنه أصبح لديهم القدرة على إحداث هذا الاختراق في الخنادق والسواتر والكتل الخرسانية والمباني فهذا نقطة إيجابية يمكن الاستفادة منها. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية على قريتين جنوب مدينة منبج. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن عناصر التنظيم شنوا هجوما مباغتا على قرى ونقاط تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية جنوب منبج، وتمكنوا من السيطرة على قريتي خربة الروس وجب العشرة بالإضافة إلى 3 مزارع، بينما نفذ التحالف الدولي غارات على مناطق الاشتباك. وأضاف المرصد أن تنظيم الدولة أقدم على قتل عدد من سكان القرية دون إعطاء تفاصيل أخرى. إلى الشأن العراقي، حيث قالت قيادة عمليات الأنبار إن قواتها المشاركة في عمليات الفلوجة انتزعت مواقع جديدة بالفلوجة من سيطرة ما يسمى بالدولة الإسلامية. وأعلنت أن القوات العراقية سيطرت بالكامل على محطة قطار الفلوجة الواقعة شرقي المدينة، وهي بصدد التقدم نحو منطقة الجغيفي وأصبحت على مشارف الأزرقية، وهي مناطق شمالي المدينة كانت تحت سيطرة التنظيم. وقال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إن قواته تمكنت من قتل نحو 2500 من مسلحي تنظيم الدولة في معارك الفلوجة. داعش لما رتب خطته الدفاعية أنه أراد أن يدير معركته الدفاعية على أطراف الفلوجة وليس داخل الفلوجة، فأنشأ خطوط صد على محيط الفلوجة. بعدما انهارت خطوط الصد اللي موجودة على المحور الشمالي من قبل قطاعات الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية، دخلت كل هذه المجاميع إلى داخل المدينة. هذه المنطقة اللي موجودة هنا المنطقة اللي هي خلى عليها كل دفاعاته. أنشأ 5 خطوط صد إلى داخل المدينة، وهذا المحور الجنوبي اللي استطاع جهاز مكافحة الإرهاب من إزاحة كل خطوط الصد والوصول إلى شارع 40 اللي هي بداية المدينة. قدمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقريرا عن أوضاع اللاجئين والنازحين حول العالم، نوهت فيه إلى أن أعدادهم ناهزت 65 مليون شخص، ونحو 20 مليون منهم اضطروا للنزوح إلى خارج بلدانهم، وهو رقم قياسي جديد.
وحذرت المفوضية في تقريرها من أن تفاقم الصراع المسلح جعل نسبة مهمة من سكان الأرض بين نازح أو لاجئ أو طالب للجوء. تفاصيل أخرى مع مها رزق. مع حلول العام 2016 وصل عدد الذين لجأوا أو نزحوا داخليا حول العالم أكثر من 65 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، ولا تشمل هذه الأرقام اللاجئين الفلسطينيين. ووفقا للأمم المتحدة ينحدر أغلب اللاجئين من بؤر النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان وأمريكا اللاتينية. وفي اليوم العالمي للاجئين تتصدر المنطقة العربية قائمة الدول التي تعاني من هذه المأساة الإنسانية، فيبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 7 ملايين، يقبع معظمهم في مخيمات داخل الأراضي المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، وفيما يصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين نحو 5 ملايين لاجئ، وإذا ما أضفنا إليهم النازحين الفارين من النزاع فيصل العدد إلى 13 مليونا، وهي أعلى نسبة لجوء في العالم منذ مطلع التسعينيات. وفي العراق بلغ عدد النازحين 3.5 ملايين يعيشون في مناطق لا تصل إليها المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 1,600,000 لاجئ خارج البلاد. ويبلغ عدد السودانيين اللاجئين والنازحين 3 ملايين شخص، فيما يفوق عدد اللاجئين الصوماليين 1,000,000 لاجئ و1,000,000 نازح داخليا. وتسببت الحرب الدائرة في اليمن بتهجير 2,800,000 شخص، وهو ما يمثل 10% من إجمالي السكان. وبذلك تمثل كل من فلسطين وسوريا والعراق والصومال والسودان أكبر مصدر للاجئين في العالم. وتعد تركيا والأردن ولبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين في العالم، وتستقبل الأردن نحو 1,400,000 سوري، منهم 655,000 لاجئ مسجل، وأكثر من 2 مليون فلسطيني. ويبلغ عدد اللاجئين في هذا البلد ثلث السكان. أما لبنان فيستقبل رسميا 1,200,000 لاجئ سوري، إلا أن مصادر حكومية تقول إن العدد أكبر بكثير، كما يستقبل هذا البلد 500,000 لاجئ فلسطيني آخر. من جانبها تستقبل مصر حوالي 250,000 لاجئ، والجزائر 100,000 لاجئ، فيما يعيش 2 مليون ليبي، أي ثلث العدد الإجمالي للسكان في تونس هربا من النزاع الدائر في بلادهم. وفي الدول الغربية تستقبل ألمانيا 1,000,000 لاجئ، وتستقبل الولايات المتحدة 500,000 لاجئ، فيما تأوي فرنسا 300,000 لاجئ. وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من أربيل المتحدث باسم الائتلاف الحقوقي الدولي لأجل العراق الدكتور عبد العزيز الجميلي. سيد عبد العزيز، ربما مأساة اللاجئين وأزمة اللاجئين في العراق هي أزمة جديدة قديمة، ولكن السؤال هنا ماذا قدمت الحكومات العراقية المتتالية من أجل إنهاء هذه الأزمة عبر إعادة توطين هؤلاء اللاجئين وإعمار المناطق التي هجروا منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حيكم وحي مشاهدي قناتكم الكريمة. سيدتي العزيزة، بالنسبة للحكومة العراقية للأسف الشديد حسب قراءاتنا ومتابعاتنا، يعني هي سبب من أسباب كثرة اللاجئين أو النازحين من مناطق الصراع، وللأسف الشديد يعني هي كحكومة عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية في متابعة احتياجات هؤلاء النازحين والمهجرين، لم تقدم أي شيء، وهذا معروف لدى كل المهجرين يعني، وهذا ما يحز في النفس. طبعا يعني من الناحية القانونية هي غير معفوة عن ذلك أبدا. فمثلا يعني بعد أحداث الفلوجة، أحداث تحريرها، أصبح في نزوح كبير من الفلوجة، طبعا بعد أحداث دامية وأحداث أليمة جدا على أهل الفلوجة وأهل الصقلاوية وأهل القرمة. فأصبحت هنالك مخيمات مركزية في عامرية الفلوجة وفي الحبانية، يعني في العامرية هنالك 4 مخيمات مركزية، ونقصد بالمخيمات المركزية هي المخيمات التي لها سياج ولها بوابة ولها خدمات، وكل مركز وكل مخيم مركزي له 29 مخيم فرعي، وكل مخيم فرعي فيه 250 خيمة،
وكل خيمة فيها حوالي من 2 إلى 5 عوائل. سيد عبد العزيز، أمام هذه الحاجات الإنسانية المتزايدة للاجئين في داخل المخيمات، وإذا كانت الحكومة العراقية لم تقم بالكثير لأجلهم ولأجل إنهاء معاناتهم، أنتم كمنظمات وهيئات في المجتمع المدني، ماذا قدمتم وماذا يمكن أن تقدموا لهؤلاء اللاجئين في العراق؟ نحن يعني كمنظمة كائتلاف حقوقي دولي لأجل العراق كنا نتابع عن قرب من خلال مراسلينا ومن خلال أفرادنا ما يحدث هنالك، ولكن قمنا بزيارة ميدانية وأجرينا إحصاءات ولقاءات نحصي من خلالها الانتهاكات التي جرت على أهل الفلوجة وأهل القرمة وأهل الصقلاوية. فلدينا فيديوهات مسجلة حول هذه اللقاءات، ولدينا قصص للأسف نقول أليمة جدا سوف ننشرها، وقد رفعنا تقرير ربما وصلكم هذا التقرير، وفيه تفاصيل ستتابع بتفاصيل أكثر وصور لهذه المأساة. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الائتلاف الحقوقي الدولي لأجل العراق عبد العزيز الجميلي، حدثنا من أربيل. قالت دائرة شؤون اللاجئين التابعة لحركة حماس في بيان لها بمناسبة الأسبوع العالمي للاجئين إن حق العودة مقدس ولا يخضع للابتزاز أو المساومة. وأضاف البيان أن الشعب الفلسطيني كسر كل معادلات التخويف والتطبيط والترهيب، وقدم نموذجا رائدا في مستوى تمسكه بأرضه وحقوقه السليمة، ولا زال مصرا على العودة إلى أرض وطنه مهما بلغ الثمن ومهما كانت التحديات. في السياق ذاته أفاد جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في بيان له بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بلغ 5,600,000 لاجئ. إلى اليمن، حيث أفاد مراسلنا باندلاع معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات الصالحة من جهة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في محافظة الجوف شمالي البلاد. وأضاف مراسلنا بأن المواجهات تركزت في مديريتي المصلوب والمتون وسط قصف متبادل بين الطرفين. يأتي ذلك بالتزامن مع إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الحوثيين والمقاومة شملت أكثر من 30 أسيرا من الطرفين كانوا قد أسروا في جبهة العقبة بمحافظة الجوف. يعيش أكثر من 12,000 لاجئ صومالي أوضاعا معيشية صعبة في مخيم البساتين بمدينة عدن، يقتاتون على ما تقدمه المنظمات والجهات الداعمة وبعض المشاريع البسيطة التي تعود بدخل يومي شحيح للبعض منهم. هذه المعاناة تشمل كذلك مخيمات نزوح المماثلة في عدن ومدن يمنية أخرى. المزيد مع خليل القاهري. هذا هو مخيم البساتين للاجئين الصوماليين في مدينة عدن في اليمن، وتعود بداية المخيم إلى مستهل 90s القرن الماضي. عبد الرحمن عمر أحد لاجئي هذا المخيم وأقدمهم، حاول مرارا البحث عن فرصة عمل ثابتة لكن دون جدوى في بلد تنتشر البطالة فيه بشكل كبير. استقر الحال بعبد الرحمن في الاعتماد على بسطة للبيع في الشارع في إطار مخيم البساتين، يقتات منها هو وأسرته ويوفر مصاريف يومه. ما أحسننا الوظيفة، ونحن جالسين حوالي 24 سنة تمام، دورنا على الوظيفة الحكومي يقول له ما فيش أي وظيفة، يقول لك مليان مليان مليان، رحنا البلدية رحنا الشرطة رحنا الجيش بكل مكان ما حصلنا الوظيفة، وفكينا على الميس هذا ونشتغل به نطلع مصاريفهم الحمد لله رب العالمين. حال عبد الرحمن أحسن حالا من مئات اللاجئين هنا، فحوالي 12,000 لاجئ في المخيم يعيشون في ظل ظروف صعبة معتمدين على معونات المنظمات والجهات المعنية، ولكنها لا تفي بالحاجة الكاملة كما يقولون، خاصة في ظل الظرف الراهن الذي تمر به البلاد. الناس اللي ساكنين معناها داخل بساتين ممكن عدن
إن 12,000 اللاجئين، ممكن 800 أسرة حالة، معناها أسرة 800 أسرة قبل الحرب الحمد لله تمام، لكن الآن نحن معناها نشتي دعم، معناها المفوضية حق المنظمات وفروا معناها، لكن ممكن ما يكفي اللاجئين. زاد من معاناة هؤلاء أجواء الحرب التي شهدتها عدن وبعض مدن الجنوب، إذ قتل منهم ما يزيد عن 60 لاجئا فيما جرح العشرات، وما يزال المصابون وذوي القتلى بانتظار تعويضات لا يبدو أمر الحصول عليها ممكنا اليوم في ظل تفاقم أزمات البلد. خليل القاهري، التلفزيون العربي. وهذه النشرة متواصلة معكم من التلفزيون العربي وتتابعون فيها بعد الفاصل. في أسبوع اللاجئين لندن تحتفي بثقافات مجتمعات المهاجرين. أهلا بكم من جديد. التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس في اسطنبول. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الطرفين بحثا خلال اللقاء وجهات النظر تجاه مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والعلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها. كما ناقش الطرفان جهود البلدين من أجل مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكالها بحسب الوكالة القطرية. وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لأمير قطر إلى تركيا خلال 5 أشهر، إذ زار الشيخ تميم تركيا في فبراير شباط ثم في أبريل نيسان الماضي للمشاركة في القمة الإسلامية في اسطنبول. أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ المستمرة في البلاد منذ نحو 7 أشهر شهرا إضافيا ابتداء من يوم غد. وكانت السلطات التونسية قد قررت فرض حالة الطوارئ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لمدة 30 يوما، وذلك إثر هجوم انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، ثم أعيد تمديده 3 مرات. وأشار بيان الرئاسة إلى أن الرئيس باجي قيد السبسي قرر تمديد العمل بحالة الطوارئ بعد استشارة رئيسي الحكومة ومجلس النواب. ونتابع الآن جولة سريعة في أهم الأخبار الاقتصادية. مع قدوم اليوم العالمي للاجئين، أصدر المعهد الدولي الشهير بروكينز دراسة أشار فيها إلى إمكانية تقديم الحلول اللازمة لأزمة اللاجئين من خلال 3 خطوات رئيسية تتكاتف الجهود الدولية لتطبيقها لما فيه خير الاقتصاد العالمي. أولها تحمل المسؤولية الدولية الكاملة. تأتي الخطوة الثانية من خلال الدعم المباشر إما بالمال أو باستقبال اللاجئين. أما الخطوة الثالثة تأتي من خلال برنامج دولي لدعم اللاجئين يتم فيه تبادل اللاجئين بين الدول حسب الحاجة الاقتصادية. أظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري للجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك بلغ 9.8 مليار دولار في الأشهر 5 الأولى من العام الجاري، بزيادة 35.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب هبوط إيرادات الطاقة بعد انخفاض أسعار النفط. أشارت الشركة العامة للحديد والصلب التي تتخذ من البصرة مقرا لها إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها في تسويق منتجاتها من الأنابيب الحديدية في السوق المحلية، مع الميول الحكومي الدائم لاستيراد نفس مستوى جودة الأنابيب من السوق الصينية في صفقات مشبوهة. تذكر الشركة في تقريرها الأخير أنها خسرت صفقات عديدة بسبب استشراء الفساد الحكومي.
بينما كان يعمل في إصلاح السيارات في الخليج لمح ميكانيكي فلسطيني من قطاع غزة السيارة الكلاسيكية من طراز مرسيدس غازال التي كانت أكثر السيارات شهرة في عشرينيات القرن الماضي. انكب الميكانيكي الفلسطيني على العمل لبناء نسخة مطابقة من قطع سيارات عديدة، وبعد سنتين من العمل المتواصل حقق حلمه باقتناء سيارة تصل قيمة نسختها الأصلية لما يزيد عن 7 ملايين دولار. افتتحت في العاصمة البريطانية لندن فعاليات أسبوع اللاجئين في مركز ساوث بانك الثقافي، ويتضمن الأسبوع فعاليات تحتفي بثقافات وفنون مجتمعات اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في بريطانيا. ترتب أسنات أصوات الحاضرين هنا تجمعها معا في جمل صوتية متجانسة لينشد الجميع معا نغمات تحتفل بالثقافة الإفريقية في قلب عاصمة الضباب، حيث يفتتح أسبوع اللاجئين. التنوع والغنى اللذان يلون بهما اللاجئون الثقافة المحلية دفع الكثيرين إلى المشاركة رغبة في بناء جسور تتجاوز حدود السياسة الضيقة. عائلتي تنتمي لعدة أماكن في العالم على الرغم من أنني ولدت هنا. أعتقد أنه يتوجب علينا تقديم كل مساعدة ممكنة من أجل إنسانيتنا. منظمات وهيئات عدة تشارك في هذه الفعالية التي باتت عالمية أكثر منها محلية، في محاولة للتأكيد على ضرورة الانفتاح وقبول الآخر المختلف. ما يحاول أن يقدمه هذا الأسبوع أن نخلق ثقافة في بريطانيا تقول أن الترحيب باللاجئين هو أمر عادي وليس خاصا ولا استثنائيا، بل لأننا نؤمن أن الأمر صحيح الذي هو يمثل القيمة البريطانية الديمقراطية. أسبوع اللاجئين هذا يأتي في وقت يواجه فيه المجتمع البريطاني انقساما حادا إزاء قضايا المهاجرين، مع ارتفاع حدة الاستقطاب قبيل التصويت على مصير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. احتفالا بالغنى والتنوع يتجمع العشرات هنا لافتتاح أسبوع اللاجئين الذين باتت قضيتهم هي الأكثر حضورا على الأجندة الداخلية للسياسة البريطانية. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن. الآن إلى إطلالة سريعة على أهم الأخبار الرياضية. انطلقت قبل قليل مباراة المنتخب الإنجليزي متصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط أمام نظيره السلوفاكي في المركز الثالث من 3 نقاط على ملعب تولوز، وفي مدينة سانت إتيان يلعب منتخب ويلز الوصيف من 3 نقاط أمام المنتخب الروسي رابع الترتيب من نقطة واحدة. تجري يوم غد 4 مباريات من الجولة الثالثة، 2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حيث تلعب إيرلندا الشمالية أمام ألمانيا، فيما تقابل أوكرانيا منتخب بولندا. أما في المجموعة الرابعة فسيواجه المنتخب التركي منتخب التشيك، وكرواتيا أمام المنتخب الإسباني. غرمت اللجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الكرواتي للعبة ب100,000 يورو، وذلك بسبب أعمال شغب مشجعي منتخب بلادهم خلال مباراته أمام التشيك يوم الجمعة الماضي، ورمي ألعاب نارية على أرضية الملعب وترديد هتافات عنصرية. تتجه الأنظار يوم غد صوب ولاية هيوستن الأمريكية، ومباراة نصف نهائي كوبا أمريكا المئوية بين المنتخب الأمريكي مستضيف الحدث الكروي والطامح لأول لقب له في هذه البطولة، والمنتخب الأرجنتيني بقيادة نجم برشلونة ليونيل ميسي الساعي للتتويج باللقب ومعادلة الرقم المسجل باسم الأوروغواي ب15 مرة.
نجحت البريطانية ليزي إرمستد بالتتويج بلقب طواف بريطانيا للدراجات الهوائية يوم الأمس، بينما فازت الفنلندية لوتا ليبيستو بسباق المرحلة الأخيرة الذي بلغت مسافته 133 كيلو مترا. ختام جولتنا الرياضية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حيث حقق كليفلاند كافاليرز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على جولدن ستيت ووريرز ب 93 نقطة مقابل 89 في سابع لقاء جمعهما ضمن مواجهات النهائي. كافاليرز نجح بقلب تأخره من 3 هزائم لفوز ليضمن اللقب بعد 3 انتصارات متتالية. أقلعت طائرة سولار إمبلس إثنان التي تعمل بالطاقة الشمسية من مدينة نيويورك لتعبر المحيط الأطلسي في واحدة من أصعب مراحل محاولتها للطيران حول الأرض. ويحاول الطيار برتراند بيكارد الذي سيسمح له بالدخول في غفوات قصيرة للغاية خلال الرحلة، سيحاول الوصول إلى مدينة إشبيلية الإسبانية في حوالي 90 ساعة. ويقول منظمو الرحلة إنها محاولة لإثبات أن المستقبل نظيف، في إشارة إلى الرغبة في نشر استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرا نظيفا للطاقة. ختام النشرة، في أمان الله.